الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحضانة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. الحضانة هي حفظ الطفل في فعل ما يحتاج إليه، ومنع ما يضره، منعه مما يضره، لأن الطفل لا الطفل الصغير لا يعرف مصالح نفسه ولا يعرف ما يضره ما دام دون التمييز، يحتاج إلى حضانة، يعني إلى رعاية بفعل مصالحه وتجنيبه ما يضره. والحضانة مأخوذة من الحضن، وهو لأن المربي يضمه إلى حضنه شفقة عليه. نعم. باب الحضانة. أحق الناس بحضانة الطفل أمه، ثم نعم نعم، الحضانة مرتبة، حضانة مرتبة، فأحق الناس بها أم الطفل لأنها أشفق عليه وأعلم بمصالحه، فهي أحق بالحضانة من أبيه، وأحق بالحضانة من سائر النساء من جهة الأب أو من جهة الأم، هي أحق بذلك. نعم. أحق الناس بحضانة الطفل أمه، ثم أمها، ثم أمهاتها وإن علونا، ثم أمهاتها بعد الأم الجدة، أم الأم، ثم يعني وين علونا الجدة وين علت كأم الأم وأم أم الأم وإلى آخره، فهي أحق بالحضانة هي وأمهاتها من بعدها في الطفل، لأن تضمه إليها وتعمل على مصالحه وتجنبه ما يضره، ولا ينازعها في هذا أحد. نعم. ثم الأب، ثم بعد الأم وأمهات الأم الأب، والأب معلوم أنه ما يقوم بخدمة الطفل، ولكن يكله إلى قريباته، يكله إلى قريباته بإشرافه، بإشراف الأب. نعم. ثم الأب، ثم أمهاته، ثم أمهات الأب، الجدات من قبل الأب. نعم. ثم الجد، ثم من بعد الأب إذا لم يكن هناك أب، أو أنه هناك أب ولكن ما يصلح الحضانة، الجد، لأن الجد أب. نعم. جد أب الأب. نعم. ثم الجد، ثم أمهاته، ثم أمهات الجد. نعم. ثم الأخت من الأبوين، ثم من بعد الجد وأمهات الجد الأخوات من الأبوين، الشقيقات يعني. نعم. ثم الأخت من الأبوين، ثم الأخت من الأب، ثم من بعد الشقيقات الأخوات لأب. نعم. ثم الأخت من الأم، ثم بعد الأخوات لأب الأخت لأم. نعم. ثم العمة، ثم العمة أخت الأب. نعم. ثم الخالة، ثم الخالة، الخالة من نساء الأم والعمة من نساء الأب. نعم. ثم الأقرب، فالأقرب من النساء، ثم بعد ذلك الأقرب، فالأقرب من النساء، الأقرب إلى الطفل، فالأقرب
يعني القريبة ثم التي تليها ثم التي تليها إلى آخره. نعم. ثم عصباته الأقرب فالأقرب، يعني بعد النساء، لأن النساء أليق بالحضانة، فإذا لم يكن هناك نساء يصلحن للحضانة يأتي دور العصبات من الرجال، من أقاربه، إخوته وأعمامه وبنو إخوته وبنو عمه إلى آخره، يحضنون الطفل. نعم. ولا حضانة لرقيق ولا فاسق. لا حضانة لرقيق، إذا كانت الأم رقيقة يعني مملوكة أو الأب كذلك لا حضانة لهما، لأن عمل الرقيق مملوك لسيده، فلا يتفرغ لحفظ الطفل ورعايته، لأن عمله وخدمته لسيده. نعم. ولا حضانة لرقيق ولا فاسق. هذه موانع الحضانة، موانع الحضانة أولا الرق، ثانيا الفاسق، والفاسق هو الذي يرتكب الكبائر دون الشرك، أما الذي يرتكب الشرك هذا مشرك وكافر، لكن المسلم الذي يرتكب شيئا من الكبائر دون الشرك ألا يقال له فاسق، ولا يؤمن على الطفل لأنه فاقد للعدالة، والفاسق ضد العدل. نعم. ولا لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل. ولا حضانة لامرأة قريبة من الطفل إذا كانت متزوجة بأجنبي من الطفل، لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة تشكو إليه أن زوجها يريد أن يأخذ ابنها، مطلقة، هي مطلقة، وزوجها يريد أن يأخذ ابنها الرضيع، قال لها صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي، لأنها إذا تزوجت تنشغل بأمور الزوج وخدمته. نعم. إلا إذا كان زوجها من عصبة الطفل فإنها لا تسقط حضانتها. نعم. فإذا زالت الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة. نعم. نعم. إذا الكافر والفاسق إذا زال المانع من الحضانة، كأن تاب الفاسق وأسلم الكافر، يعود إليه حقه في الحضانة. نعم. فإذا زالت الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة. وإذا بلغ الغلام 7 سنين إذا بلغ المولود 7 سنين، إذا كان ذكرا فإنه يخير بين أبويه، يكون عند من اختار منهما، وأما الأنثى فتبقى في حضانة أبيها ورعايته حتى تتزوج، حتى يتسلمها زوجها، لأن الأب يصونها، الأم تصونها، فالأب يصونها عما يخل بالشرف والعرض، فتبقى عنده البنت إلى أن تتزوج. نعم. وإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه، الغلام يعني الذكر. نعم. خير بين أبويه فكان عند من اختار منهما، لأن الغلام اختار من هو ألين له وألطف به. نعم. وإذا بلغت الجارية 7 فأبوها أحق بها، حتى يتسلمها زوجها، لأن الأب يصونها ويحيطها برعايته وهو أقوى من الأم على حفظها. نعم. وعلى الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها. نعم. الرضاعة على والد الطفل، لأنها
من النفقة، والنفقة على الأب، فالأب يستأجر له من ترضعه ويدفع لها الأجرة، وإن أرادت الأم أن ترضعه هي فلا يمنعها من ذلك ولو بالأجرة. نعم. وعلى الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها، فتكون أحق به من غيرها سواء. وعلى المولود له، يقول الله جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن، يعني المرضعات، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم. إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها، فتكون أحق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة، لأنها ألطف به بالطفل وأشفق عليه، فتقدم على غيرها. نعم. فإن لم يكن له أب ولا مال فعلى ورثته أجر رضاعه على قدر ميراثهم منه، لقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، يعني عليهم نفقة الطفل واستئجار الظئر التي ترضعه على الوارث الذي لو مات هذا الطفل لورثه، عليه أن ينفق عليه. نعم. فإن لم يكن له أب ولا مال فعلى ورثته أجر رضاعه على قدر ميراثهم منه. باب. نعم. نعم. باب نفقة الأقارب والمماليك. هذا كتاب النفقات، كتاب النفقات الواجبة ترتيبها. نعم. باب نفقة الأقارب والمماليك. الأقارب والمماليك، الأقارب أقارب الشخص الذين يجب عليه أن ينفق عليهم، والمماليك جمع مملوك وهو الرقيق والدواب، لأنها من المماليك، دواب، نفقة الدواب. نعم. وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا. على الولد النفقة على والديه وإن علوا، يعني كالأجداد، فينفق عليهم لأنه أحد عمودي النسب، وكل من عمودي النسب ينفق على الآخر، فالأب ينفق على ولده والولد ينفق على والده. نعم. وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا وأولاده، وإن علوا يعني كالأجداد وأجداد الأجداد. نعم. لأنهم يقال لهم الوالدان. نعم. الأب والأم، الجد والجدة. نعم. وأولاده وإن سفلوا. وعليه النفقة على أولاده، على الرجل النفقة على أولاده وإن سفلوا، يعني نزلوا، كابن الإبن وابن ابن الإبن وهكذا. نعم. ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء. نعم. وتكون النفقة على الوارث إذا كان أبواه فقيرين ولا يستطيعان الإنفاق على الطفل فعلى الوارث، قال الله جل وعلا: وعلى الوارث مثل ذلك. نعم. ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم. إذا كان القريب الوارث عنده مال ينفق منه على القاصر. نعم. وإن كان للفقير وارثان فأكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه. نعم. فمن يرث السدس عليه سدس النفقة، ومن يرث مثلا النصف عليه نصف النفقة، وهكذا. نعم. وإن كان للفقير وارثان فأكثر
فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه إلا من له أب فإن نفقته على أبيه خاصة. إلا الأب فإنه يستقل بنفقة ولده وليس على الورثة على العصبة الآخرين شيء، ما دام والده موجود وعنده مال فإنه ينفق على ولده. نعم، يستقل بالنفقة ولا يقال إن ما عليه من النفقة إلا قدر ميراثه، لا، يستقل بالنفقة. نعم. وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم ما يحتاجون إليه. العبد الذي يملكه عدة أشخاص أو الدابة التي لعدة أشخاص تكون نفقتهم على مالكيهم، كل على قدر ملكه. نعم. وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم ما يحتاجون إليه من مؤونة وكسوة. من مؤونة اللي هي الطعام والشراب والكسوة، هذه النفقة. نعم. فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك. إذا لم يفعلوا، لم ينفقوا على أرقائهم، أجبروا على بيعهم إزالة للضرر عن المماليك، فيجبرون على بيعهم على من ينفق عليهم. وكذلك الدابة إذا لم يقم بالإنفاق عليها فإنه يجبر على بيعها ولا دفع للضرر عنها. نعم. فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك. إذا طلبوا ذلك يعني الإنسان، أما الدابة القاضي هو الذي ينظر في ما تحتاجه. نعم. باب الوليمة. نعم. باب الوليمة. الوليمة هي التي تكون بعد الزواج، بأن يصنع شيء من الطعام ويدعى إليه، وهي سنة مؤكدة. قد تزوج رجل من الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أثر الزواج فسأله فأخبره أنه قد تزوج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك وعليك، أولم ولو بشات. أولم يعني اجعل وليمة ولو بشات، لأن هذه الوليمة من إعلان النكاح، وقد أمر المسلمون بإعلان النكاح وعدم إخفائه فرقا بينه وبين الزنا، فهذا من إظهار النكاح عمل الوليمة. مثلا الشهود على العقد هذا من إعلان النكاح، كذلك الوليمة هذه من إعلان النكاح. والنكاح يعلن، النكاح الشرعي يعلن فرقا بينه وبين الزنا أو الاتهام. نعم. باب الوليمة وهي دعوة العرس. اي نعم. وهي مستحبة. المستحبة وهي من إعلان النكاح، وفيها أيضا إظهار للفرح والمسرة بالزواج، شكر النعمة. نعم. وهي مستحبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين أخبره أنه تزوج: بارك الله لك، أولم ولو بشات. يعني أقل شيء، أولم ولو بشات. ولكن ما يبالغ في الوليمة ويسرف في الوليمة وتعمل أطعمة لا حاجة إليها، هذا لا يجوز، لكن يعمل وليمة باعتدال وبقدر ما يؤكل. نعم. والإجابة إليها واجبة. الإجابة إذا دعاك إلى وليمة الزواج يجب عليك أن تجيب، بقوله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله. من لا يجب الداعي إلى وليمة الزواج
قد عصى الله ورسوله. فهذا يدل على أن إجابة الدعوة إلى وليمة العرس أن الإجابة واجبة، وأن من لا يجب وليس له عذر فإنه عاص لله ولرسوله. وأما من كان صائما فإنه يجيب الدعوة ويحضر ويعتذر، يدعو لهم وينصرف، يدعو لهم وينصرف، فيجيب الدعوة ولو كان صائما ويدعو لهم وينصرف، يخبرهم أنه صائم. نعم. والإجابة إليها واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. نعم. ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف. أي نعم، الذي ما يحب أنه يطعم، يعني عنده حمية عن الطعام أو صائم أو ما أشبه ذلك، يحضر يجيب الدعوة ويدعو ثم ينصرف. نعم. والنثار والتقاطه. النثار أن الزوج ينثر دراهم على الناس الحاضرين، هذا مكروه لأنه يضاع المال، ولكنه لمن أخذه، من أخذ من النثار شيئا فهو له. نعم. والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة. أي نعم، لأنه إسراف وإضاعة للمال فهو مكروه. نعم. وإن قسم على الحاضرين كان أولى، كونه يعطي الحاضرين أحسن من كونه ينثر الدراهم أمامهم يتزاحمون عليها ويحصل شيء من التدافع عليها، كونه يعطي كل واحد نصيبه أحسن. نعم. كتاب الأطعمة. كتاب الأطعمة، الأطعمة جمع طعام، الأطعمة جمع طعام، ويطلق على الماء أيضا أنه طعام، يطلق على الماء أنه طعام. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فسماه طعاما ومن لم يطعمه فإنه مني. نعم. يقول طالوت للجنود الذين معه. نعم. كتاب الأطعمة وهي نوعان: حيوان وغيره. نعم، الأطعمة على نوعين: لحوم وحبوب وفواكه وما أشبه ذلك، يعني شيء يحتاج إلى زكاة وشيء لا يحتاج إلى زكاة. نعم. وهي نوعان: حيوان وغيره. فأما غير الحيوان فكله مباح. غير الحيوان من الحبوب والثمار والفواكه كله مباح، الأصل في الأطعمة الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. نعم. فأما غير الحيوان فكله مباح إلا ما كان نجسا. إلا ما كان من الأطعمة نجسا فلا يجوز أكله. نعم. أو مضرا كالسموم. أو كان مضرا كالسموم بأنواعها، شيء متسمم أو شيء فيه سمية هذا مضر. نعم. والأشربة هذا مضر يحرم تناوله، وأما ما كان سليما من الأطعمة فإنه مباح، الأصل فيها الحل. نعم. والأشربة كلها مباحة. الأشربة مثل الماء واللبن والمرق كلها مباحة إلا ما كان مسكرا. نعم. والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر. إلا ما أسكر، لأن الله حرم المسكر ولعن شارب الخمر وتوعده بأشد الوعيد: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. الخمر قبيح وشديد التحريم، وهو ما أسكر كثيره فقليله حرام. ما هذا ضابط الخمر، ما هو خاص بعصير العنب،
لا، كل ما أسكر كثيره فقليله حرام من أي مادة كان. نعم. والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر فإنه يحرم كثيره وقليله. إيه نعم، المسكر حرام كثيره وقليله، ما هو خاص بأنه ما كان دون الإسكار يباح، لا، ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم، هذا الضابط. نعم. فإنه يحرم كثيره وقليله من أي شيء كان، من أي شيء كان، وليس خاصا بخمر العنب، من أي شيء كان اتخذ، حتى من التمر ومن غيره إذا تخمر فإنه يجب إراقته ويحرم شربه. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر. هذه القاعدة، كل مسكر من أي مادة كان فهو خمر. نعم. وكل خمر حرام، وكل خمر حرام قل أو كثر ولو جرعة منه حرام. نعم. وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. هذا حديث، وما أسكر الفرق، والفرق إناء معروف، إناء معروف، ما أسكر ملء الفرق منه فقليله حرام. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. نعم. وإن تخللت الخمر طهرت وحلت. إن تخللت الخمر، تحولت إلى خل، تحولت إلى خل، والخل هو العصير، العصير الذي لا يصل إلى حد الإسكار، هذا يسمى بالخل. ونعم. نعم. وإن تخللت الخمر طهرت وحلت، وإن خللت لم تطهر. إذا طهرت بنفسها، لأنها يمكن تحبس وتتحول من خمر إلى خل، تذهب عنها الشدة والخمرية وترجع إلى أصلها فتباح حينئذ. أما إذا خللت، يعني جعل معها شيء يخللها، يعني تخللت بعمل الإنسان، تخللت بعمل الإنسان لا بنفسها، فلا تحل. نعم. وإن تخللت الخمر طهرت وحلت، وإن خللت لم تطهر. إيه نعم، إذا تخللت بعمل الإنسان، أضاف إليها شيء، عالجها بشيء، ما تطهر. نعم. فصل. والحيوان قسمان: بحري وبري. الحيوان هذا من الأطعمة، اللحوم، قسمان: بري وبحري. بري ما يعيش بالبر، وبحري ما لا يعيش إلا في البحر. نعم. والحيوان قسمان: بحري وبري، فأما البحري فكله حلال إلا الحية والضفدع. نعم، البحري كله حلال، أحل لكم صيد البحري وطعامه، طعامه يعني ميتته، لأن الحية، لأن السمك إذا مات في البحر يوكل، وحل لنا ميتتان السمك والجراد، فميتة البحر حلال، فإذا مات السمك فإنه حلال، وإلا ما كان نظيره في البر حراما مثل الحية والتمساح وإلى آخره. نعم. فأما البحري فكله حلال إلا الحية والضفدع والتمساح. الضفدع منهي عن قتله، لأن نقيقه تسبيح كما في الحديث، فينهى عن قتل الضفدع. نعم. فكله حلال إلا الحية والضفدع، وما نهي عن قتله فإنه لا يحل، ما نهي عن قتله فإنه لا يحل، أو أمر بقتله. شوف القاعدة، ما نهي عن قتله أو أمر بقتله
فإنه لا يحل. نعم. فأما البحري فكله حلال إلا الحية والضفدع والتمساح. التمساح معروف، نعم، يعيش في البحر ويعيش في البر، وهو سبع مفترس يأكل بنابه. نعم. وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع. البري يحرم منه كل ذي ناب من السباع، ما يفترس بنابه، ما يفترس بنابه هذا حرام لأنه سبع، كالذئاب والأسود والنمور وغير ذلك حرام، وكذلك من الطيور ما كان يفترس بمخلبه كالصقر والشاهين ونعم، لأنه سبع، سبع من سباع الطير. نعم. وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. هذا حديث، يحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير كالشاهين والصقر والباشق. نعم. والحمر الأهلية. الحمر الأهلية حرام، الحمر الأهلية حرام. أما الحمر الوحشية فإنها حلال، وهي ما يسمى بالوضيحي، هذه حلال. نعم. والحمر الأهلية والبغال، لأن الصحابة في غزوة خيبر لما حاصروا خيبر وطال الحصار قاموا وذبحوا الحمر وطبخوها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القدور تغلي ورأى ما هذا، قالوا هذا الحمر، فأمر بإهراقها، أمرهم بإهراقها وعدم أكلها، قال إنها رجس. نعم. والحمر الأهلية والبغال. والبغال، والبغل هو ما تولد من الفرس ومن الحمار، هذا هو البغل. نعم. يغلب جانب الحمار. نعم. وما يأكل الجيف من الطير. وما يأكل الجيف هذا مستخبث من الطير كالنسر، وما يأكل الجيف من الحيوان من الحيوانات المفترسة. نعم. وما يأكل الجيف من الطير كالنسور والرخم وغراب، وغراب البين. غراب البين وغراب الزرع يسمى، هذا حرام لأنه مأمور بقتله أيضا. نعم. وغراب البين والأبقع. الغراب الأبقع نوعان من الغربان حرام، غراب البين والأبقع. نعم. وما يستخبث من الحشرات. كذلك يحرم ما يستخبث من الحشرات كالجعلان والخنافس، والمستخبث ولا حرام أكله. نعم. وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها. نعم. إلا اليربوع والضب. اليربوع حلال، اليربوع غير الجرذي، اليربوع معروف يسمونها العوام الجربوع، هذا حلال. وكذلك الضب، الضب حلال أيضا، أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول لم يأكله لأنه لم يعتد أكله، يقول إنه ليس بأرض قومي، ما في الحجاز ضب، الضب في بلاد نجد وغيرها. نعم. وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها إلا اليربوع والضب، لأنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر، وقيل له أحرام هو؟ قال لا. وما عدا هذا حرام هو؟ قال لا، لكنه لم يكن بأرض قومي. نعم. وما عدا هذا مباح. وما عدا ما ذكر من هذه، ما يستخبث وما يأكل الجيف وما يفترس فحلال من الحيوانات. نعم. ويباح
أكل الخيل. أكل الخيل حلال، هي من قسم الحلال. في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، أقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأسماء هي أخت عائشة، يعني متصلة ببيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يمنعهم من أكلها. نعم. ويباح أكل الخيل والضبع. والضبع هو مفترس، الضبع، لكن هو حلال أيضا وإن كان يفترس مستثنى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع: أصيد هو؟ قال: نعم. نعم. ويباح أكل الخيل والضبع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل وسمى الضبع صيدا. قالوا له: أصيد هو؟ قال: نعم. فيباح ما دام انه صيد. نعم. باب الزكاة. من الحيوانات البرية ما لا يؤكل إلا بالزكاة. الزكاة وهي قطع المري والحلقوم حتى يخرج الدم من الجسم، لأن الدم خبيث ومضر، فلا بد أن يخرج بالزكاة وهو الدم الذي يشخب. أما الدم المتبقي في اللحم بعد الزكاة فإنه حلال تابع للحم. نعم. باب الزكاة. يباح كل ما في البحر بغير زكاة. نعم، البحر ما يحتاج إلى زكاة، أنواع السمك والحيتان ما يحتاج إلى زكاة. نعم. وميتته حلال، حلت لنا ميتتان السمك والجراد. نعم. يباح كل ما في البحر بغير زكاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: الحل ميتته. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ إن نركب البحر وليس معنا ماء إلا قليل، أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء والحل ميتته. نعم. إلا ما يعيش في البر فلا يباح حتى يذكى. ما لا يعيش إلا في البر هذا ما يحل إلا بذكاة، إلا ما ذكيتم. نعم. إلا ما يعيش في البر فلا يباح حتى يذكى إلا السرطان ونحوه. إلا ما يعيش في البر فلا يباح حتى يذكى إلا السرطان ونحوه. نعم، السرطان نوع من الحشرات كبير ومعروف، يعني يعرفه الناس. نعم. ولا يباح شيء من البري بغير زكاة إلا الجراد وشبهه. إلا الجراد يحل بدون زكاة، قوله صلى الله عليه وسلم: حلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدم فالكبد والطحال. نعم. ولا يباح شيء من البري بغير زكاة إلا الجراد وشبهه والذكاء. هل الجراد بري ولا بحري؟ ها؟ بري ولا بحري الجراد؟ ها؟ وش أدراك؟ لا، هو يطلع من البحر، لكن يطلع من البحر لكن يعيش في البر. نعم. فأصله بحري. نعم. ولا يباح شيء من البري بغير زكاة إلا الجراد وشبهه. والزكاة تنقسم ثلاثة أقسام: نحر وذبح وعقر. الزكاة ثلاثة أقسام: نحر وهو للإبل لأنها تذبح مع نحرها مجمع العروق، ولا تذبح مع حلقها، إنما تذبح مع نحرها، تقام معقولة يدها اليسرى
وهي قائمة فاذكروا اسم الله عليها صواف، وفي قراءة صوافنا يعني مثل الخيل معقولة يدها اليسرى، فاذكروا اسم الله عليها صواف. فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الأرض ميتة فكلوا منها وأطعموا. نعم. والذكاة تنقسم ثلاثة أقسام: نحر وذبح. ذبح نحر للإبل وذبح للغنم والبقر، هذه تذبح مع حلقها، وأما الإبل فتنحر مع نحرها وهي أسفل العنق. نعم. وعقر. ها؟ وعقر هذا المعجوز عنه من المعجوز عنه من الإبل أو من سائر الحيوانات، إذا عجز عن إمساكها ندت وعجز عن إمساكها فيطلق عليها القذيفة أو الرصاص، وما أصابها من أي مكان ماتت فهي حلال، هذه ذكاتها، لأنه ما يقدر على إمساكها وتذكيتها. نعم. والذكاة تنقسم ثلاثة أقسام: نحر وذبح وعقر. ويستحب نحر الإبل وذبح ما سواها. يستحب نحر الإبل في نحرها، وإن ذبحها مع حلقها أجزأ، وذبح ما سواها في الحلق كالبقر والغنم نعم. فإن نحر ما يذبح وذبح ما ينحر فجائز. لا بأس بذلك، لأن المهم أنه يقطع المريء والحلقوم سواء من أعلى الرقبة أو من أسفلها. نعم. ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط: أحدها أهلية المذكي. أهلية المذكي بأن يكون من أهل الذكاة، وذلك كالمسلم والكتابي، المسلم والكتابي، لأن ذبائح أهل الكتاب حلال لنا، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعامهم يعني ذبائحهم حل لنا، طعام الذين أوتوا الكتاب من قبل حل لكم. نعم. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. نعم. أحدها أهلية المذكي، يعني يكون مسلما أو كتابيا، فإن كان وثنيا أو علمانيا أو دهريا لا دين له فإنه لا تحل ذكاته لأنه نجس، إنما المشركون نجس. نعم. ويؤثر على الذبيحة. نعم. أحدها أهلية المذكي، وهو أن يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما أو كتابيا. مسلما أو كتابيا. نعم. أهلية المذكي، وهو أن يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما أو كتابيا. عاقلا لأجل يستحضر النية. ها؟ نعم. قادرا على الذبح. قادرا على الذبح، إذا كان ما يقدر على الذبح لا تحل ما ذكاه وهو غير قادر على ذلك. نعم. أهلية المذكي، وهو أن يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما، يعني من عادته أن يقدر على الذبح. نعم. مسلما أو كتابيا. فأما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته. نعم. لأن الله إنما أباح ذبائح المسلمين وذبائح أهل الكتاب، من عداهم من أهل الملل الكافرة لا تحل ذبائحهم كالمجوسي والوثني والدهري والعلماني في وقتنا الحاضر، العلماني الذي لا دين له هذا العلماني. نعم. فأما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته. نعم، لأنه نجس. نعم. الثاني أن يذكر اسم الله عند الذبح. أن يذكر اسم الله عند الذبح لقوله سبحانه وتعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني الإبل. نعم. الثاني أن يذكر اسم الله عند الذبح أو إرسال الآلة في الصيد،
عند الذبح عندما يجري السكين على المذبوح يذكر اسم الله، لا تتقدم التسمية ولا تتأخر، إنما تكون عند الذبح اذكر اسم الله عليه. نعم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، إلى قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. الثاني أن يذكر اسم الله عند الذبح، هذا شرط من شروط إباحة المذبوح. نعم. الثاني أن يذكر اسم الله عند الذبح أو إرسال الآلة في الصيد، أو إذا أراد أن يرسل الآلة القذيفة أو الرمح أو غير ذلك يقول بسم الله. نعم. أن يذكر اسم الله عند الذبح أو إرسال الآلة في الصيد إن كان ناطقا، وإن كان أخرس أشار إلى السماء. نعم. فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل. إذا ترك التسمية متعمدا لم تحل الذبيحة، لأن الله يقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولم تعمد أن ترك التسمية فلا تحل، أما إذا نسيها فإنها تحل ذبيحته. نعم. فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل، وإن تركها ساهيا حلت. نعم. وإن تركها على الصيد لم يحل عمدا كان أو سهوا. إن تركها على الصيد، والتسمية عند إرسال السهم أو إرسال الكلب، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، والله جل وعلا يقول فكلوا مما مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم، يعني إذا كان إمساكه لها لصاحبه وليس ليأكل منها، أما إذا كان قصد الجارح أنه يأكل منها فهذا لا يحل، لأنه ما أمسكها لصاحبه وإنما أمسكها لنفسه. نعم. وإن تركها على الصيد لم يحل عمدا كان أو سهوا. الثالث أن يذكي بمحدد، أن يذكي بمحدد غير السن وغير الظهر، الظهر لا يحل التذكية به، وكذلك السن، لا، لأنها مدى الحبشة كما قال صلى الله عليه وسلم، والسن عظم ولا تحل الذكاة بالعظم. نعم. قال أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. نعم. الثالث أن يذكي بمحدد سواء كان من حديد، بمحدد، أما إذا قتلها بمثقل لم تحل، هذه تسمى وحرمت عليكم الميتة وما، نعم، وهذه موقوذة، إذا قتلها بثقله هذه تسمى الموقوذة، والموقوذة يعني التي قتلت بدون محدد حصاة ثقيلة وضربها بها ما تحل، حتى يكون معه سكين أو معه شيء حاد. نعم. الثالث أن يذكي بمحدد سواء كان من حديد أو حجر، أو حجر أو قصب، خالف إلا العظم، العظم لا والظهر لا. نعم. سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره إلا السن والظفر، إلا السن والظفر. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. نعم. ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد، يكفي نقف عنده، ويعتبر في الصيد، خلصنا من الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ما ضابط الفسق الذي يكون مانعا من الحضانة، وهل يختلف باختلاف الأزمنة؟
الفسق هو الذي يرتكب كبيرة دون الشرك، هذا يسمى فاسق. من المسلم الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك هذا يسمى فاسق. نعم، مثل الزنا، شرب الخمر، والسرقة، وغير ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل طلق زوجته وعنده أولاد منها، وزوجته قررت أن تعود إلى بلدها الأصلي وهو بلد كافر. سؤاله يقول: إنها اشترطت عليه أن تعود بأولاده معها، فهل هذا من حقها؟ هذه خصومة يرجع بها إلى القاضي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: وليمة العرس هل يجوز تكرارها، كأن يكون هناك واحدة عند العقد، وواحدة عند الدخول، وواحدة عند التحول إلى بيت الزوجية؟ لا، الوليمة واحدة، الوليمة الشرعية واحدة، وما زاد عن واحدة فهو إسراف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم الإجابة إلى الوليمة إذا كانت لغير العرس، كدعوة لاحتفال بنجاح أو تخرج مثلا؟ غير واجبة إجابة الدعوة لغير وليمة العرس، غير واجبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا وصل للإنسان دعوتان لوليمتين، فأيهما يقدم؟ هل صحيح أنه يجب تقديم الأرحام؟ تقديم الأسبق، يقدم الأسبق من الداعيين. نعم، لأنه أحق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر بعض أهل العلم شروطا لوجوب إجابة وليمة العرس، ومنها أن يكون الداعي مسلما، فهل هذا شرط معتبر؟ اي نعم، هو يكون مسلما، اما اذا كان كافرا فليس له حق عليك. نعم. وكذلك حفظك الله، ان يكون ممن لا يجب هجره. هذه ما ادري عنها، الشروط هذه ما ادري عنها، لكن مسلم صحيح. نعم. وكذلك حفظك الله، ان لا تتضمن ضررا كسفر. هذا كله ما ادري عنه، هذا مزينه، هذا مزينه واحد ما ادري، ما هو بذا من كلام العلماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: الزحام الشديد في مدينة كالرياض مثلا، هل هو رخصة في عدم إجابة الدعوة، حيث يتطلب الأمر أحيانا ساعة للذهاب إلى تلك الوليمة وأخرى للرجوع؟ إذا كان فيه مشقة فالمشقة عذر، إذا كان فيه مشقة ولا خطر في الطريق هذا عذر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا تزوج الرجل ولم يعلم بزواجه إلا أهل المرأة، وهو ما يسمى يقول بزواج المسيار، ووضع وليمة خاصة بأهل المرأة، فهل يجوز مثل هذا النكاح؟ زواج المسيار هذا محدث، وليس فيه من مقاصد النكاح، ليس فيه من مقاصد النكاح إلا الجماع فقط، ليس فيه كفالة للمرأة، ليس فيه انفاق على المرأة، ليس فيه قوامة على المرأة. هذا حدث عندما توظفت النساء واشتغلت النساء ولا تريد أن ترتبط بالزوج، هو حادث، وهذا ما هو زواج تام، هو حلال لكن ما هو زواج تام، ولا تترتب عليه مصالح الزواج، لا القوامة على المرأة ولا حمايتها، ولا تكون بهواها وتروح وتجي، ما يصلح هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: استئجار الصالات لأجل وليمة العرس، هل يقال بأن هذا من باب الإسراف؟ نعم، إذا كان فيها بذل مال كثير
هو من الإسراف. أما إذا كان معقول أجرة معقولة وليست فيها أجرة باهظة فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نفقة الولد على والده هل هي واجبة على كل حال أو إذا كان فقيرا فقط؟ واجبة عليه لأن يستغني ويستقل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كذلك يسأل: هل يجب على الولد المسلم أن ينفق على والده الكافر؟ نعم، هذا من الإحسان إلى الوالد ولو كان كافر. صاحبهما في الدنيا معروفة، يجب البر بالوالد ولو كان كافرا مقابلة لإحسانه إلى المولود ولو كان كافرا، لكن لا يتبعه. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعه، فلا يتابعه على دينه ولكن يبر به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان للأب عدد من الأولاد وهو فقير وأولاده أغنياء، هل تكون النفقة على الأولاد بالتساوي أم هي على الكبير منهم فقط؟ لا، بالتساوي، كل على قدر غنى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، يقول: إذا رضي زوج المرأة بحضانة الولد فهل تسقط حضانة الأب؟ لا لا، ما تسقط. نعم، إذا صار أجنبي من المحظون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هناك في الأسواق ما يسمى بشراب البيرة، يقول: هل هو مباح أم أن فيه كحولا، لأن هناك من يقول بذلك؟ والله أنا ما أعرفه، هم يقولون أنه ما يسكر، البيرة ما تسكر، وأنا ما أعرفها، ما أدري عنها ولا أفتي فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحمار المقلم الذي يسمى الآن بالحمار الوحشي، هل هو كالحمار الأهلي لا يجوز أكله؟ الحمار الوحشي يجوز أكله، اللي يعيش في البر لا يعيش إلا في البر وينفر من الناس، هذا وحشي، هذا صيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: القنفذ هل يجوز أكله؟ القنفذ من المستخبث، يعني يدخل في المستخبثات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: العطر المعروف المسمى بالكولونيا، يقول: يكون مسكرا، فهل يجوز للإنسان أن يتعطر به وأن يتطيب به؟ إذا ثبت أنه مسكر هو خمر، لا يجوز التعطر به ولا يجوز، بل يجب إراقته. نعم، إذا ثبت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: السلحفات هل هي حلال أكلها؟ وهل هناك فرق بين السلحفات البحرية والبرية؟ السلحفات تعيش في البر وفي البحر ولا تحل، يغلب جانب الحظر فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندنا في وليمة العرس يدعون الناس إليها، ولكن من يذهب إلى هذه الوليمة فإنه يجب عليه أن يعطي مبلغا من المال للزوج، فهل يجوز هذا الأمر؟ إجباري ما يجوز، كان إجباري هو ما يجوز، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل يجوز لي أن أتخلف عن حضور هذه الوليمة إذا كان الأمر إجباريا؟ إجباريا؟ نعم، يعني دفع المال. دفع المال؟ نعم. أي نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في حفل الختان الذي يضعه بعض الناس يقومون عندنا بنثر الحلوى والفواكه الجافة ويتدافع الأطفال عليها، فهل هي تدخل في باب النثار؟ إيه نعم، تدخل في باب النثار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: اللحوم المستوردة من بلاد النصارى والتي لا نعلم عن حالها، ما حكم أكلها؟ هو الأصل ذبائح أهل الكتاب حلال بنص القرآن، ولكن عارض هذا أنهم يذبحون على غير الزكاة الشرعية، إما بالماء الحار، وإما بأنهم يعملون مقاص وتمر عليها الحيوانات وتقص رقابها، هذه ما هي بزكاة، لأن ما قصدت ولا ذكر اسم الله على كل واحدة ولا. نعم، هذا ذبح جماعي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يكون الضبع مستثنا من ذوات أو من السباع فيجوز أكله؟ الضبع نعم مستثنى، مستثنى. سئل صلى الله عليه وسلم عن الضبع: صيد هو؟ قال: نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، واللي ما هو باسل الضبع ما هو مجبر كيفه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: الآن كثير من النصارى لا يلتزمون بشيء من دينهم، وإنما هو مجرد انتساب. الله جل وعلا أباح طعامهم وهو يعلم ما يكون منهم، أباح هذا وأطلق سبحانه وهو يعلم ما يكون منهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان صيد البحر يفترس بنابه كسمك القرش مثلا، فهل هو مباح؟ إذا القرش، سمك القرش، أي إيه اللي يفترس بنابه، هذا سبع ما يجوز أكله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: تارك الصلاة هل تحل ذبيحته وهو يشهد أن لا إله إلا الله ويذكر اسم الله عند الذبح لكنه تارك للصلاة؟ إذا كان يترك الصلاة متعمدا فلا تحل، لأنه يصبح مرتدا عن دين الإسلام. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا حضرت عند ذبيحة الكتاب ونطق باسم المسيح عند الذبح، فهل يجوز لي أن آكل من هذه الذبيحة؟ الله أباحها وهو يعلم أنهم يقولون هذا، فما دام الله جل وعلا أباحها فهي ذبائح الكتاب فتؤكل، وإن تركتها أنت من باب الكراهية ومن باب التعفف فلك ذلك. نعم. لكن ما تقول حرام هذا، والله يقول حلال، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أن تقول حرام؟ نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله محمد رسول الله، حي
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر المؤلف رحمه الله من شروط صحة الذكاة أهلية المذكي، وذكر من ذلك ألا يكون طفلا. يقول: إذا كان الطفل مميزا فهل تحل ذبيحته؟ نعم، إذا كان مميز يعقل تحل ذبيحته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشخاص قاموا برمي بقرة نادة، أشخاص قاموا برمي بقرة غير نادة بل هي في الحوش، قاموا برميها بالرصاص ثم قاموا بذلك بالتذكية وأكلها، هل فعلهم جائز؟ إذا أدركوها وفيها حياة وذكوها فهي حلال. نعم. أما إذا ماتت بالرمية فهي حرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: شركات اللحوم في الخارج عندما تقوم بذبح البقر فإنها تقوم بصعقها بالكهرباء أولا فتسقط فاقدة للوعي ثم يقومون بذبحها، فهل هذا الفعل جائز؟ إذا علمت هذا فلا تأكل منها. أما تقول يقال هذا أو أنت ما تدري، لا، الأصل الحل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل من خارج هذه البلاد، يقول: عندنا في بلدنا حشرة من فصيلة النمل تخرج بعد المطر وحجمها أكبر من النمل وأصغر من الجراد وهي تطير في الهواء. سؤاله يقول: نحن في بلدنا نطبخ هذه الحشرة ونأكلها، فهل هذا جائز؟ الحشرات ما تجوز، يعني حشرة هي ما تجوز لأنها مستخبثة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: من تذكر التسمية قبل أن يمسك كلب الصيد صيده وسمى، فهل يحل هذا الصيد؟ لا، عند الإرسال. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أرسلت، عند الإرسال، ما هو بأنه إذا أرسله وهو ما سمى ثم سمى عقب ما استطلق الكلب وذهب، لا، ما يكفي هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما يذكره الفقهاء من دعوة الجفلة وأنه يكره إجابتها؟ يقول: إذا دعانا شخص دعوة عامة فهل نحضر أم يقال بالكراهة؟ هذه الجفلة إذا ما عين، ما قال فلان وفلان، ولا أنتم يا جماعة المسجد، وإلا أنتم يا اللي بهالمجلس، ولا ما عين، هذه الجفلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل غني وعنده أخ فقير له أبناء، هل يجب على هذا الأخ الغني أن ينفق على أخيه؟ النفقة تابعة للإرث، إذا كان في مانع يمنع الإرث، هذا محجوب من الميراث بأخيه فلا تجب نفقتهم عليه. الله جل وعلا يقول: وعلى الوارث مثل ذلك، يعني النفقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من يقرأ أذكار المساء بعد صلاة العصر مباشرة، فهل فعله هذا صحيح؟ نعم، بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، كله وقت المساء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من يقول بأن آيات القرآن الكريم لا تشفي بنفسها وإنما الشافي هو الله عز وجل، يقول: هل هذا التفصيل؟ الشافي هو الله، وآيات القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، صفة من صفاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: مضى أسبوع كامل وأنا لا أصلي الصلوات المفروضة ثم تبت إلى الله، ولكن شق علي قضاؤها، فما الواجب علي؟ ما هو بشاق أسبوع، ما هو بشاق، يجب عليك قضاؤها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل، يقول إذا اجتمع في صلاة الجنازة مع الأموات الكبار اجتمع معهم أطفال، فهل يدعو لكل بدعاء أم أنه يكفي دعاء واحد للجميع؟ يدعو بدعاء للجميع، وإن خص الأطفال قال اللهم اغفر لوالدي هذا الطفل واجعله فرطا وأجرا وذخرا وشفيعا مجابا، فاللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما واجعله في كفالة إبراهيم وقه عذاب الجحيم، هذا مشروع للطفل. فإذا صار عنده متسع من الوقت وجاء به بعد الدعاء للكبار هذا أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من هو مريض بمرض يسمى بمرض التوحد، هل يجب عليه أن يؤدي الصلوات الخمس المفروضة؟ ما دام معه عقل فيجب عليه، ما دام معه عقل فإنه تجب عليه الصلوات الخمس، أما إذا كان ما له عقل فليس عليه واجب ولا فرض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، يقول لي أخت تدرس عند إحدى المدرسات وطالبات العلم، يقول تدرس في بيتها، وهذه المدرسة كثيرا ما تطعن في الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه وتقول إنه مخطئ إلى غير ذلك، سؤاله هل تستمر أختي في حضور هذه الدروس عند هذه المدرسة؟ لا لا، اللي تسب إمام من أئمة أهل السنة كأبي حنيفة رحمه الله لا تدرس عنده، لأنه تأثر بها وتأخذ تقتدي بها في ذلك، فلا يجوز لها هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف الجمع بين قوله سبحانه وتعالى ولا تبسطها كل البسط وبين ما فعله أبو بكر رضي الله عنه حيث إنه تصدق بكل ماله؟ هذا عند الحاجة، تصدق بكل ماله عند الحاجة، أما إنه يخرج مال كثير وهو ما هو وقت حاجة هذا منهي عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل أغلق بسيارته أغلق الطريق على الناس، وأيضا يقولون من كان إيمانه قويا واثقا بالله كأبي بكر فلا مانع، أما من كان إيمانه ضعيفا فإنه يمسك من ماله ما يكفيه لئلا يحصل عنده بعد ذلك ضعف في الإيمان وضعف في العقيدة. نعم. منه مثل أبي بكر رضي الله عنه، ما أحد مثل أبي بكر في الإيمان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل أغلق بسيارته الطريق على الناس فحضر إليه شخص وقام بلعنه بحجة أنه مؤذن للطريق أو مؤذن في الطريق وأنه مستحق للعن، هل هذا الأمر صحيح؟ أي نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم شكى إليه رجل أذى جاره وأنه يؤذيه فقال اجعل متاعك في الطريق، فصار كل من مر يلعن هذا الجار المؤذي، فصار هو السبب على نفسه، هذا عقوبة له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ولد الزنا هل يرث وهل يورث؟ ولد الزنا ينسب إلى أمه، يرث من أمه وترثه أمه، وأما أبوه ليس له أب ولا عصبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان الأب في بلد إسلامي والأم أو الزوجة في بلد كافر فحضانة الطفل تكون مع من؟ تكون من يضعها القاضي فيه ومع من يحسن إلى الطفل ويضبطه، ولكن النظر في هذا للقاضي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض المسالخ ينحرون الإبل وهي مضجعة على جانبها أو على جنبها الأيسر
وليست واقفة، فهل هذا جائز؟ إذا كانت ماتت، إذا كانت ماتت فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا صاد المسلم صاد طيرا بحجر، رماه بحجر ثم دكاه قبل أن يموت، فهل يحل؟ نعم، إذا أدركه وفي حياة ودكاه إنه يحل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا فر الصيد مني فهل يجوز لي أن أقتله بمثقل إذا لم أجد غير ذلك؟ لا، إذا تلقى غيره، إذا فر الصيد منك تلقى غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ذكر المؤلف رحمه الله أن الأبكم إذا أراد الصيد فإنه بدلا من أن يسمي فإنه يشير بيده إلى السماء، يقول: هل هذا القول راجح وصحيح؟ نعم، حتى الصلاة وحتى الأذكار الأبكم اللي ما يقوى على النطق يشير بالإشارة، والإشارة تقوم مقام العبارة، التزويج والعقود بالإشارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: عندي طيور من الحمام، وعندما أذبحها فإني أقوم بقطع الرأس كاملا عند الذبح ولا أنتظر حتى يموت تماما، فهل ذبحي وذكاتي صحيحة؟ مكروه، هذا مكروه، مكروه أنه يقطع رأسها يعني قبل تموت، يذكيها فإذا ماتت يقطع رأسها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم الدف بالنسبة للرجال في وليمة العرس؟ لا، الدف للنساء، النبي صلى الله عليه وسلم رخص به للنساء فيما بينهن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: الزوجة إذا سامحت زوجها وعفت عنه قبل الوفاة بخصوص ميله لزوجته الأخرى، يقول: هل يأتي يوم القيامة وشقه مائل، أو أن الله قد غفر له بعفوه؟ هذا هو الميل، يميل إلى واحدة بالمحبة أكثر من غيرها، ما يستطيع العدل في المحبة. ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا في المحبة، أما العدل في النفقة والكسوة والمبيت والمسكن هذا واجب عليه، هناك عدل يستطاع وهناك عدل لا يستطاع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمسلم أن يأكل من الحلويات التي أضيف إليها شحم الخنزير؟ أبدا، ولا يجوز، هذا ما فيه مادة خنزير لا يؤكل منه. نعم. ثم يقول حفظك الله: وإذا كان هذا الشحم قد تحلل أو حلل، فهل يجوز له أن يتناول هذه الحلويات؟ ما في حلويات غيرها، ما في خنزير أو شيء من الخنزير لا يقربه، فإنه رجس، الله جل وعلا يقول: فإنه رجس. نعم. انتهى.